خص النقابات، التجاذبات السياسية اللي تغطى عليكم، اللي وصلت لكم، اللي يتقال حتى أنه ولينا نفرقوا بين نقابات تابعة لحزاب الفلانية ونقابات تابعة لحزاب الفلانية، نقابات تدعم في الوزير الفلاني ونقابات تدعم في الوزير الآخر، ونقابات أمنية خرجت بصفة كاملة على دورها اللي هو نقابي بالأساس وأصبح عندها دور سياسي. برشا كلام قاعد يتقال على دور النقابات الأمنية، نحوصلوا الجدل في تقرير آمنة العمدوني ونحلوا النقاش. تفضلوا. الساحة التونسية تشهد جدل كبير حول تعددية النقابات الأمنية، خاصة بعد ما ولى المشهد النقابي الأمني اليوم يضم أكثر من 10 نقابات حسب مصادر إعلامية. نقابات تقال عليها برشا كلام وتوجهت لها العديد من الانتقادات، انتقادات وصلت لحد التشكيك في مصداقية تصريحاتها وحيادها على التجاذبات السياسية وابتعادها على الأجندات الحزبية. هات نرجع قبل على كيفية انطلاق العمل النقابي الأمني في تونس اللي كان بعد ثورة 14 جانفي وعلى أول نقابة أمنية تبعثت. نهار 22 جانفي 2011 خرج عدد كبير من الأمنيين في مظاهرة في ساحة الحكومة بالقصبة، وبعدها تحولوا في مسيرة قدام وزارة الداخلية، والمطلب اللي وحدهم كان إصلاح المنظومة الأمنية. في 17 فيفري من نفس العام جاءت فكرة الإصلاح من خلال بعث نقابة، وقام عدد من الأمنيين بإصدار بيان تأسيسي وتقديم مقترح مشروع نقابي. وفي سابقة أولى في البلدان العربية وفي تونس تتأسس أول نقابة أمنية تحت اسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، مقتضى المرسوم عدد 42 المؤرخ في 25 مايو 2011 واللي يعطي صلاحية العمل النقابي للأمنيين. النقابة هذه كان هدفها تحسين وضعية الأمن التونسي وإيصال أصوات الأمنيين. من بعد اتفرع على النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي اللي تم تأسيسه في أكتوبر 2011، ويشمل كل الأسلاك الأمنية من حرس وطني وشرطة وحماية مدنية وسجون وإصلاح وأمن رئاسي. الاتحاد شهد بعدها بعض الخلافات الداخلية في توجهاته، وانشق عليه عدد من النقابيين وقاموا ببعض هيئة تأسيسية لقوات الأمن الداخلي والديوانة سنة 2013. الهيئة هذه تضم كل من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والسجون والإصلاح ونقابة الديوانة، بالإضافة أنه تم تأسيس نقابات جهوية على مستوى الأقاليم ونقابات أساسية على مستوى الوحدات المركزية، وعدد من النقابات الأخرى كما نقابة الأمن الجمهوري ونقابة قوات الأمن الداخلي والجمارك. هذا وعرف المشهد النقابي الأمني تعددية هامة كانت من شأنها باش تخلق توازن في الدفاع على المؤسسة الأمنية. أما بعض النقابات حادت على أهدافها الأساسية، وفي عوض ما نسمع تصريحات إعلامية تخص المشاكل المهنية اللي يعاني منها قطاع الأمن، ولينا نسمع في نوع آخر من التصريحات. بعد 3-4 أيام ثلاثة قد وأنا نيابة العمومية بيدو معطي السيد مكلم الرقم الرئيب قال لي وأنه الملف هذا عنده معطي على الملف متاعه وكانوا يتابعوا فيه ويراقبوا فيه، فهمت؟ بالشي احنا سرعنا في القبض عليهم لأنه كانوا مثل خطر كبير برشا وكان نجموا اللي يعملوا اللي يحبوا في لحظات. قلنا فما 420 خلية إرهابية، بعد بشهر المخابرات الجزائرية قالت عليهم، المخابرات الجزائرية قالت على نفس العدد 452 هبطوا من جبل. أنا هنا في عوض باهي احنا حاسبونا على تصريحات نسيدي وحاكمونا ودفنونا في الحكوسات، أما علاش ما نسيروش الناس اللي مورطة في أحداث الفوضى باش دخلوا إرهابيين هذوما؟ احنا وقت اللي قلنا فما القسرين وبنقردين وجابس راهم بؤر تاع توتر وقابلين انفجار في أي لحظة، تشد سلاح في عملية سباقية في بنقردين مي مالوريزمون في القسرين شفتوا شو قاع. التصريحات الإعلامية اللي من نوع هذا واللي تم من خلالها تقديم معلومات أمنية أثارت استنكار عدد من المراقبين والنقابات الأمنية وتوصفت بالعشوائية. هناك تصريحات عشوائية لا تمت بصلة بالعمل النقابي وهذا ما ننكرهوش، هذا موجود من بعض النقابين، ولا حتى نحن في نظرتنا نحن للعمل النقابي ولات عندنا قناعات يعني قائمة الذات وأنه عدم يعني أخذ المواضيع ذات الصلة بالمؤسسة الأمنية عبر وسائل الإعلام. حسب تشخيصنا للواقع وهذا لا يرتقي إلى شك، وأنه الإرهابيين ونحن تونس تعيش اليوم في الإرهاب، الإرهابيين أصبحوا يقتاتوا على تصريحات بعض الأمنيين والخبراء الأمنيين والمختصين في الخبراء، وأكثرهم تولوا الخبراء استراتيجيين في الأمن وفي المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، قاعدين يعطيوا بصفة مباشرة وغير مباشرة يعني فتات للإرهابيين حتى يقتاتوا فهمتي من جراء تدخلات نتاعهم، من جراء يعني إعداد يعني بعض المواضيع اللي هي تكون يعني
في اطار السريه التامه، في اطار يعني في اطار التحفظ. مالوروزمون في بعض النقابين في وقعوا في الفخ هذا. النقابه العامه للحرس الوطني اكدت من جهتها لبعض ممثلي النقابات الامنيه حدوا على دورهم النقابي من خلال تصريحاتهم في المنابر الاعلاميه. ثم اشخاص حادث ومعروفين، مش من طرف، انا مش نقلع في الناس، الناس كل تعرفهم، الناس تصدر البلاتوات قاعده تحكيات، تحس حتى في تصريحها في كلامها ديما عندها هي المعلومه، ديما هي السباقه. ثم اللي جهه رسائل من وزير الدفاع، ديما عنده هو الناس اللي تترانا في جبلها، والاخر قال لك معناها الوزاره مقسومه بين زوج احزاب. هذا مش عمل نقابي بالنسبه كما كنحنا كنقابه عامه الحرس الوطني كفلسفه نتاع عمل نقابي. نحن متمسكين بالمنشور عدد 42 طبقوا فيه، نحن نقابه مهنيه بحت. يجي هذا في الوقت اللي اصرت فيه النقابه الوطنيه القوات الامن الداخلي على انه قلنا كل انسان يصرح يتحمل مسؤوليته. ثم القضاء موجود، وثم المؤسسه الامنيه كسلطه اداريه موجوده، كل انسان يتجاوز تفضل على المؤسسه ولا القضاء يتفضل يمارس المهام والوظائف نتاعو. الانتقادات والاتهامات اللي توجهت لعدد من النقابات الامنيه ما اقتصرتش على تصريحاتهم، اما تجاوزتها باش توصل لحد اتهامها بالتسييس وبخدمه اجندات سياسيه معينه. وقت اللي نحكيو على الحقيقه اللي احنا متسيسين، فاحنا هو بالنسبه للنقابه الوطنيه بالنسبه لنا كل تصريحاتنا اعتبرت تصريحات سياسيه، وفي وقت اللي احنا تكلمنا كان على ما يهم المشاكل اللي تهم المؤسسه الامنيه. وقت اللي حكينا احنا على ليبول قلنا راهو في التعيينات اللي هي تعيينات الولايات وراهي عندها ضرر على العمل الميداني وضرر على المؤسسه الامنيه. ما تكلمناش احنا في تعيينات على مستوى اخر، ما قلناش راهو، قلنا راهي التعيينات اللي تمت في عهد الحكومه السابقه واللي كانت موجوده، وراهي التعيينات تمت في الولايات واللي مازال عندنا منها لليوم التعيينات هذيا، راهي التعيينات هذيا أثرت سلما على مردودية العمل الأمني. هاو في الاتجاه هذايا، لكن كي أول تصريحي أنا وأنت كسياسي تاخذ تصريحي، بطبيعة أنت كسياسي باش تتناول تصريحي كنقابي من الجانب السياسي. اتهام وأنه النقابات الأمنية فهمتي مسيسة، أنا دائما وأبدا نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أعطونا بالبرهان. ما هي المواقف السياسية عبر وسائل الإعلام اللي خرج الاتحاد وتكلم فيها، وكونترير الاتحاد دائما وأبدا كان سباق للإنذار بالنسبه للمؤسسه الامنيه وخطوره يعني الوضع الامني انذاك. العديد من التصريحات اللي جات على لسان قيادات نقابيه امنيه عملت ضجه ولقات استنكار كبير وصل لحد التشكيك في دورها، مما خلى العديد من الاصوات داخل وزاره الداخليه وخارجها تنادي وتطالب بحل النقابات الامنيه. النقابات الامنيه كان عندها مدخول في هالشان. اليوم بوليميك كبيره على النقابات في تونس وحل النقابات، وهذا لابد باش نوضحوا الراي. كما قلت لك الحل العمل النقابي اليوم مدسر مقنن، لا يمكن حل النقابات الامنيه باي صفه كانت، كان بوجهه قانونيه. العمل النقابي تكفل القوانين والمواثيق الدوليه، الدستور اصبح مدستر للعمل النقابي في المؤسسه الامنيه، يعني 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 قاعده دستوريه وقاعده قانونيه، والذين يطالبون بحل النقابات الامنيه وهذا خطاب يعني قديم متجدد. بالنسبه لنا احنا ماهوش مقبول. خط احمر، هذا مكسب مكاسب الثوره، مانيش باش نتراجعوا عليه. تقول لي ترشيد العمل النقابي وتقنينه ونمشي، نقول لك اوكي جو سي بور، لكن باش تقول نحلوا النقابات نحلوا العمل النقابي واليوم القضاء على النقابي داخل المؤسسه الامنيه، نقول لك سامحني هذا لا يمكن ذلك بالقانون وبالدستور. وبين اللي طالب باخماد صوت النقابات الامنيه واللي يدعو لترشيد العمل النقابي، يبقى المشهد النقابي الامني في تونس مفتوح على كل احتمال.